مساءكم سعيد مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الجديد والمباشر من الأولى، تتابعونا في أبرز محطات هذا المساء. بالرباط، الاجتماع الثاني للمراكز الجهوية للاستثمار يؤكد على ضرورة المواكبة الجهوية الموسعة عن طريق دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار ومواكبة المستثمرين. بإقليم تارودانت، قافلة طبية متعددة الاختصاصات تقدم علاجات طبية لفائدة ساكنة المناطق النائية لتجاوز تداعيات انخفاض درجات الحرارة. تحسن الاقتصاد الوطني ب 3.9% وفق موجز الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط للشهر الحالي. إطلاق مسلك جديد في الإجازة المهنية لتدريس التربية الموسيقية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة لتواكب الجهوية الموسعة لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين. كان ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي اليوم بالرباط. حسنة بن جابي وسمير بركة. هو اجتماع يتعلق بمراكز الاستثمار الجهوية، اجتماع أوضح أن الحكومة عازمة على بلورة صيغة جديدة لإصلاح مراكز الاستثمار وتوجيهها حتى تقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات. هذا الاجتماع الثاني وكان بحضور جميع القطاعات المعنية وعدد من الوزراء وأيضا عدد من الأطر، وكان نقاش عميق في أفق إنتاج هذا النموذج الجديد، لأن احنا بغينا الجهات في إطار مشروع الجهوية المتقدمة نعطي واحد القوة فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص العدالة المجالية، باش يمكن الجهات وقد تكون بعيدة يكون عندها واحد الحظ ديالها من الاستثمارات، وهذا ما يمكنش يكون إلا بواحد التجديد جذري المنهجية ديال العمل والمستوى ديال المراكز الجهوية للاستثمار. اجتماع هدفه تشجيع الاستثمار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها المدخل الأكبر لإنتاج الثروة والرفع من نسبة النمو. ابتداء من زوال بعد غد الجمعة، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار ستكون مصحوبة بتساقطات ثلجية مهمة مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة. وفي إطار مواجهة تداعيات انخفاض درجات الحرارة الكائن والمرتقب، قافلة طبية متعددة الاختصاصات تجوب العديد من المناطق الجبلية بإقليم تارودانت بغاية تقديم العلاجات الطبية لفائدة ساكنة المناطق الصعبة المسالك. بوشيب عماري وعشر بن مسعود. تقديم الخدمات الطبية المجانية لمساعدة سكنة المناطق الجبلية خاصة خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز ببرودة الطقس والتي تؤثر على صحة المواطن، خاصة الشيوخ والنساء، كأمراض مفاصل والربو وغيرها من الأمراض الناجمة عن انخفاض في درجة الحرارة، سمة تميز الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، كما هو الشأن هنا بالنسبة لهذه القافلة التي حطت الرحال بجماعة إم الميس. سمعت قالوا غتكون واحد القافله وجينا وجاو الناس كاع من الضواور، ماشي غير انا اللي جيت ولا واحد ولا جوج. دوزتي القبيله؟ دوزت على الروماتيز حيت كانت تكتف من رجليا ومن يديا في هذه الوقيته ديال البرد. وشكرا، عطاونا الدواء ودوزنا فابور وكل شيء الحمد لله بخير. هذه الحمله الطبيه كتفك واحد العزله لهاد المناطق النائية، خاصة المنطقة اللي فيها البرد بحال جماعة من الماس اللي كتبعد على المستشفى المخطر السوسي بتارودانت على بعد 160 كيلومتر تقريبا، وكتفك واحد العزلة على الناس اللي رغم الظروف ديال المنطقة الطرقات التضاريس واعرة جدا. طاقم طبي متخصص وضع رهن إشارة ساكنة الدواوير هذه المنطقة الجبلية، حيث استفاد قرابة 1000 شخص من خدمات طبية في تخصصات متعددة.
احنا الان في طور تتبع تنفيذ المخطط الاقليمي لتكفل باثار البرد وموجة البرد والصقيع بإقليم تارودانت في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الرعاية بالإقليم. فاحنا نقوم بتنفيذ وتنزيل مخطط إقليمي للتكفل بالآثار والناتجة عن البرد والصقيع. فالفئة المستهدفة فعندنا حوالي 40,000 نسمة اللي كتهم واحد خمسة الجماعات وبعض المناطق المجاورة لها اللي هي جماعة أهل تيفنوت، جماعة توبقال، جماعة إيميل ميس، جماعة تيغوغا وجماعة أونين. القافلة الطبية تواصل رحلتها العلاجية عبر الجماعات القروية التابعة لإقليم تارودانت بهدف تقريب الخدمات العلاجية لسكنة الدواوير للتخفيف من وقع موجة البرد التي تؤثر خاصة على صحة الأشخاص المتقدمين في السن. تأثير انخفاض درجات الحرارة لم يقتصر فقط على صحة الأشخاص بل امتد أيضا إلى المحاصيل الزراعية، حيث تراجع إنتاج العديد من الخضر الموسمية، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج البطاطس التي تأثرت بدورها بموجات السقيعة. الصورة في ريبورتاج عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي من جهة فاس مكناس. بالنظر لما خلفته موجة الصقيع من أضرار على سلسلة البطاطس بالمنطقة، فإن محصول الضيعات الفلاحية الذي دخل الفلاحون في جنيه يسجل تراجعا نسبيا. فالمساحة التي تغطيها زراعة البطاطس في هذا المحور الفلاحي مهمة وتفوق 6,000 هكتار. ليكون ما كانش السمراء كل لعبت على واحد 15 يوم ولا 20 يوم كانت الامور غتكون مزيانه. دابا كاين اللي مزيانه كاين اللي عيانه، ما غنقولوش كل شيء مزيان، يعني كاين اللي مزيانه كاين اللي عيانه، والحمد لله على كل حال ما عندنا ما غنديروا. مولفين دابا تنخرجوا مع 11 نوجدوا الخدمه، دابا تتشوفوا دابا الثلاثه دابا حنا مازالين ولا جوج دابا حنا مازالين مازال ما كملنا. نقص النوجج. السمرة. سلسله البطاطس بهذه المنطقه تشكل نشاطا رئيسيا بالنسبه لعدد كبير من الفلاحين، وترتكز بشكل اساسي على المؤهلات المتعدده المتوفره من خصوبه التربه ووفره المياه الجوفيه، والقطاع اصبح محركا مهما للنشاط الاقتصادي المحلي. هاد بطاطا خويا تزرعت في شهر 9، 3 شهور ديال الخدمه ديالها، السقا والخدمه والدواء، والحمد لله الناس تيجنيو، اليد العامله موجوده، الناس الفلاحه كلشي تيجني دابا في هاد المنطقه. هذه هي اللي دابا راه هي اللي تدفع الاسواق والاسواق الجمله. السوق في الرواج على حسب كاين اللي كيدفعها الزريعه، كاين اللي كيخدمها كيدخلها للمارشي، وعلى حسب الامور غدا مزيانه كل واحد وكيخدم. محصول الموسم الفلاحي الحالي للبطاطس وحسب ما يؤكده المنتجون لا يتجاوز 40 طنا في الهكتار بفعل تأثيرات موجة الصقيع التي ضربت المنطقة مؤخرا، كما أن ثمن البيع بأسواق الجملة يسجل انخفاضا ملحوظا، الشيء الذي يؤثر على مدخول الفلاحين بالنظر لتكلفة الإنتاج. حول واقع الإدارة العمومية، رصد تقريرا كل من المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط مجموعة من الاختلالات عرض لها خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية اليوم بالرباط. اختلالات تتعلق بعضها بالتوزيع غير العادل للموارد البشرية في ظل منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة. المزيد مع عبد الحميد جبران ومحمد نصري. إصلاح الوظيفة العمومية أحد أهم التحديات الحالية لبلادنا ومن أولويات الحكومة الحالية التي التزمت من خلال وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتحسين خدمات المرافق الإدارية. وهذا اللقاء مخصص لمناقشة تقريري كل من المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط في هذا الصدد لسنة 2016. الأمر يتعلق بمؤسستين وطنيتين للحكامة لهما اختصاصات دستورية واضحة في تعزيز الحكمة الجيدة ببلادنا وفي تقديم الرأي الاستشاري، وعلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تعزز ورش الإصلاح ديال الإدارة العمومية ليجعلوا جلالة الملك في صدارة الأولويات في بلادنا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد قدم في تقريره برسم سنة 2016 تشخيصه لواقع الوظيفة العمومية، مقدما عدة توصيات لمعالجة الإشكالات الحالية. ومن جهتها أنجزت مؤسسة وسيط المملكة تقريرها لنفس السنة حول الشكاية الخاصة بالخدمات الإدارية، والتي تجاوزت 8200 شكاية خلال 2016. دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في خطوة تصعيدية جديدة بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون مؤكدين أنهم لن يخضعوا للابتزاز. عبد الوهاب الكاراتي. بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على عدم التفاوض على أي جزء من القدس في مفاوضات السلام وقرار حزب الليكود ضم المستوطنات إلى إسرائيل، جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات المالية التي تقدمها بلاده للسلطة الفلسطينية بدعوى أن الفلسطينيين لم يعودوا يرغبون في التفاوض على السلام مع إسرائيل. وكرد على تصريحات ترامب، صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا ضد العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن على أساس الشرعية الدولية التي أقرت بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها صرحت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن الفلسطينيين لن يخضعوا للابتزاز، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي خرب سعيهم إلى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب أعماله اللامسؤولة. أما حركة حماس فوصفت التهديد الأمريكي بأنه ابتزاز سياسي يتعارض مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وإذا كان الفلسطينيون يحصلون على 300 مليون دولار سنويا كمساعدات من الإدارة الأمريكية، فإن إسرائيل تحصل سنويا على 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة في إطار مساعدات عسكرية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجددا اليوم إلى احترام حرية التجمع والتعبير في إيران التي تتواصل بها المظاهرات اليوم 7 على التوالي. وكانت خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعربت أمس عن أسفها لخسارة غير المقبولة في الأرواح البشرية في إيران، حيث قتل 22 شخصا على الأقل في المظاهرات المستمرة ضد الحكومة، وهو الوضع الذي طالبت بشأنه واشنطن بعقد اجتماع لكل من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جارتها الشمالية هذا اليوم إذانا بإعادة فتح الخط الساخن بين البلدين. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستعيد تشغيل خط الاتصال في قرية الهدنة، وهو ما يأتي كرد فعل على اقتراح سيول إجراء حوار على مستوى عال بين البلدين. موجة الصقيع التي تجتاح مناطق من الولايات المتحدة مستمرة، وتستمر معها موجة البرد القارة في معظم شرق البلاد، مما تسبب في وفاة 8 أشخاص على الأقل وإغلاق المدارس، فيما حذر خبراء الأرصاد من عاصفة ثلجية قد تضرب بعض المناطق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. أما بفرنسا فقد لقي شخص حتفه على منحدر للتزلج وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في مناطق متفرقة في شمال وشرق البلاد بسبب عاصفة إليانور، العاصفة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وتسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن نحو 225 ألف أسرة فضلا عن تعطل حركة النقل بين جزيرة كورسيكا وباقي ربوع فرنسا. إلى 48 قتيلا ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مسرعهم جراء حادث سقوط حافلة وتحطمها على شاطئ صخري شمال العاصمة البيروفية ليما. الحادث الذي وقع بالأمس خلف أيضا إصابة 6 أشخاص بجروح، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن السرعة المفرطة قد تكون وراء هذه الحادثة. من أخبار العالم مشاهدينا ننتقل إلى أخبار الاقتصاد وجديد الشأن الاقتصادي دوليا ووطنيا مع الزميل ياسر العمراني. ياسر، مساء الخير. مساء الخير مريم، مساء الخير مشاهدينا الكرام. توقعت
المندوبية السامية للتخطيط في موجزها للظرفية الاقتصادية لشهر يناير من سنة 2018 أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر بنسبة 3.9% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذه الزيادة لارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.2%. تقرير في الموضوع لأحمد العلوي. تحسن في مستوى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.9% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط عوض 1% مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2016. تحسن يعزى لارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.2%. وحسب ذات المصدر فقد تراجعت أسعار الحبوب ب 3.5% والقطان ب 4.1% بفضل ارتفاع مردوديتهما مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق. وفيما شهدت أسعار الفواكه الطرية بعض التراجع بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف وبداية الخريف، فإن تأخر الأمطار وانخفاض مستوى ملء السدود سيؤثر على إنتاج البواكر والرفع من أسعار الخضروات بنسبة 5.1%. وفيما يتعلق بقطاع السياحة فترى المندوبية السامية للتخطيط أنه سيحافظ على ديناميكيته للفصل السادس على التوالي محققا زيادة ب 7.9%، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخيل السياحية ب 13.3% وتحسن المبيتات ب 16%. مبيعات الفوسفات عرفت ارتفاعا ب 18.5% رغم استمرار تراجع الأسعار في الأسواق الدولية. الصناعات التحويلية واصلت تطورها بوتيرة متواضعة للسنة الثالثة تواليا لتحقق نموا يقدر ب 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2017. فيما تواصل الصناعات الغذائية تباطؤها للفصل الثاني على التوالي ب 1.4%. صناعة النسيج بدورها تواصل تراجعها محققة انخفاضا ب 1.1%. وبعد فصلين من التباطؤ يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأخير من سنة 2017 بمستوى 1.1%، وذلك اعتبارا لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0.9%. الصادرات الوطنية عرفت تحسنا ب 15% بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته، فيما ستستفيد الصادرات دون الفوسفات من ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاعات السيارات، الصناعات الغذائية، الملابس وصناعات أجزاء السيارات والإلكترونيك. وفي المقابل سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية وخاصة البنية التحتية تحسنا، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن. في القطاع المالي أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 60 مليار و200 مليون درهم برسم الأشهر 11 الأولى من سنة 2017. أفاد تقرير لوكالة الحوض المائي اللوكوس بأن الحقيقة الإجمالية للسدود التسعة الواقعة بالمجال الترابي للحوض فاقت إلى غاية اليوم 471 مليون متر مكعب. وأوضح التقرير أن معدل ملء السدود بجهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ 42.3% مقابل 53.8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. في خبر آخر، باشرت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالأطلسي الكبير باشرت عمليات التشجير برسم موسم 2017-2018. العملية تستهدف غرس أزيد من 2 مليون شتلة بهدف تأهيل المجال الغابوي والمحافظة على التوازنات الإيكولوجية. وتروم المديرية من خلال هذه الحملة تشجير مساحة تقدر ب 1170 هكتارا إلى جانب إنجاز مشاريع وأنشطة مديرة للدخل من شأنها المساهمة في التنمية المحلية.
أما الآن فنتوقف عند نسب بورصة الدار البيضاء خلال تداولات هذا اليوم إلى جانب المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. الآن نعود لمريم لإتمام الرئيسية. الفقرة الاقتصادية كانت معك ياسر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. نتابع مشاهدينا من إقليم قلعة سرغنة، حيث دأبت الطائفة اليهودية المغربية على إحياء موسم الهيلولة، تقليد سنوي يجسد أواصر التعايش والتسامح وارتباط اليهود المغاربة بأرض الأجداد. زبير برجاج وعمر شليدي. مئات اليهود المغاربة من مختلف بقاع العالم يحجون سنويا إلى قلعة سراغنا للاحتفال بموسم الهيلولة، وهي مناسبة تم من خلالها إحياء حفل تخلله قداس وطقوس دينية بحضور مكثف من أفراد الطائفة اليهودية. جينا هنا للمناسبة، عندنا واحد الموسم هنا اللي مدفون هنا في قلعة سراغنا، راه الناس جايين من كل البلدان، جايين من المغرب، جايين من فرنسا، جايين من الامريكان. تنذكروا الملك هنا، ديكون له الصحاب زاد الله، والله يعطي له الصحة وتكون الشتاء هنا ويكون مبارك هنا وما يكون المرض وتكونوا فرحانين. جينا الملاح اليهود نشوفوا كيف هنا، كيف كانوا جدودنا عايشين هناك وكانوا يقبلونا مجيان وتنحبكم. الاحتفال بموسم الهيلولة هو أحد التقاليد العريقة لدى الطائفة اليهودية، كما أنه يشكل إحدى التظاهرات الدينية الأكثر تميزا لدى اليهود المغاربة، وهو نتاج تعايش عريق ما فاتئ يترسخ في إطار الاحترام المتبادل والتسامح. جامعة محمد الخامس بالرباط تطلق مسلكا جديدا في الإجازة المهنية لتدريس التربية الموسيقية. بموجب هذه الإجازة سيتمكن المتخرجون من تدريس مادة الموسيقى داخل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة التي تعرف خصاصا كبيرا في هذا المجال. وفاء اليعقوبي ويسر الدغمي. البنية الموسيقية تتعزز ببلادنا بميلاد مسلك الإجازة المهنية في تدريس التربية الموسيقية. 34 طالبا وطالبة يتابعون الآن دراستهم في هذا المسلك. وهذه بادرة أولى كتقوم بها الجامعة ديالنا لتطوير الفن والنشاط الموسيقي. وهذا الإجازة الهدف ديالها هو تكوين مدرسين في النشاط الفني. والمهمة الثالثة والتي أعتبرها مهمة كذلك هو البحث العلمي في إطار التربية الموسيقية، خصوصا لأن المهمة الأولى لكلية علوم التربية هو تكوين أساتذة في علوم التربية وكذلك البحث في ميدان التربية بكل ما يدينها. في هذا المسلك تدرس مواد ذات صلة بالميدان الموسيقي كالعزف، الإيقاع، التلحين، التدبير الموسيقي وعلوم أخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية. هذه الإجازة هي إجازة مهنية لتدريس التربية الموسيقية وليست إجازة من أجل إعداد موسيقيين. فمن الشروط اللازمة ل
ولوج هذا المسلك هو أن يكون الطالب حاصل على الدبلوم الجامعي في الدراسات الجامعية، وكذلك له مستوى الخامسة في الموسيقى. مسلك يحل إشكالية الخصاص الكبير في مادة التربية الموسيقية داخل المؤسسات التعليمية. احنا في المغرب يعني ما كنلقاوش شكون اللي يفتح لنا يديه. الحمد لله هذه الكليه هذه فتحت لنا الابواب ديالها باش نزيدوا نتعلموا وناخذوا بعض التقنيات الجديده في التربيه الموسيقيه. اذا انا من ديما وانا عندي ميول في الموسيقى، وديما كنتمنى ان يكون شي حاجه كتاثر هذا الميدان، ولكن الحمد لله اللي جات هذا لا ليسونس. اليوم تحتفل جامعة محمد الخامس بالرباط بهذا الفوج الأول من طلبة هذا المسلك، وذلك بتعاون مع مركز العمل الثقافي بالرباط. الآن إلى الرياضة. عدد من الأبطال المغاربة تألقوا وطنيا ودوليا هذه السنة، لكن المصادفة أن يكون ثلاثة أبناء من أسرة واحد أبطالا متميزين في رياضتي الرماية والدراجات النارية المائية. الروبورتاج التالي من تطوان يقربنا من هؤلاء الأبطال الأشقاء. خالد الرغوت وعبد العلي قنوني. هم ثلاثة أبناء من أسرة واحدة تنتمي لمدينة تطوان، تعلقوا منذ سن مبكرة بممارسة الرياضة، وبفضل الطموح وكذلك العزيمة ودعم الأبوين استطاع كل واحد منهم أن يصبح بطلا متميزا في رياضته المفضلة. الابن الأصغر يحيى الرماح أحب رياضة الدراجات النارية المائية وتألق فيها على الصعيد العالمي، فيما محمد الرماح رفقة شقيقته مريم الرماح فاختار رياضة الرماية، ومن خلالها أحرز عدة ألقاب وطنية عربية وكذلك قارية. محمد الرماح الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل استطاع خلال مدة وجيزة من بصم اسمه كواحد من أبرز الأبطال العرب والأفارقة، فما هو السر في هذا التألق؟ هو الحب ديالي أن هاد ممارسة هاد النوع من الرياضة، يعني الإنسان كيعمل ما في الجهد دياله من أجل يوصل للهدف دياله، وبلي كيكون عندك واحد الهدف وكتكون عندك واحد الرغبة النتيجة كتكون حتمية. وعلى منوال أخيها مريم الرماح، وبعد تتويجها لعدة مرات ببطولة المغرب تمكنت من التألق على الصعيد القاري بفوزها بالميدالية الفضية. لديها طموح كبير لتحقيق لقب عالمي ومشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة. طموح ديالي هو نمشي في المنهج ديال الأخ ديالي محمد ونشارك في الألعاب الأولمبية. طبعا خصني نحصل على بطاقة تأهل ديال الألعاب الأولمبية، غنشاركوا في بطولة العالم اللي غنقام في كوريا الجنوبية في شهر 8. يحيى الرماح الذي انطلقت مسيرته في رياضة الجيسكي منذ 10 سنوات فاز خلالها ببطولة المغرب وكأس العرش وحصولها على عدة ألقاب دولية ومرتبة ثانية في بطولة العالم. يستعد حاليا بجدية للمشاركة في بطولة العالم بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. الحمد لله أنا فرحان هذه السنة الرابعة ديالي في بطولة العالم، كنحصل على نتائج مميزة، وبحال هذا العام الحمد لله حصلت على المرتبة الثانية في كاتيجوري ديال رانابوت اكسبرت ليميتد، ودابا ان شاء الله في 2018 غادي نبداو التدريب مع الابطال العالميين في الامارات اللي غادي نوجدوا ان شاء الله البطولة العالم اللي غادي تكون في ايطاليا والبطولة الامريكية. الأكيد بالعزيمة والجدية في التدريب، بلا شك ان مسيرة هؤلاء الابطال ستكون ناجحة بإضافة ألقاب عالمية جديدة لرصيدهم. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز محطة الخبر لهذا المساء. بالرباط، الاجتماع الثاني للمراكز الجهوية للاستثمار يؤكد على ضرورة مواكبة الجهوية الموسعة عن طريق دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار ومواكبة المستثمرين.
بإقليم تارودانت قافلة طبية متعددة الاختصاصات تقدم علاجات طبية لفائدة ساكنة المناطق النائية لتجاوز تداعيات انخفاض درجات الحرارة. تحسن الاقتصاد الوطني ب 3.9% وفق موجز الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط للشهر الحالي. إطلاق مسلك جديد في الإجازة المهنية لتدريس التربية الموسيقية بجامعة محمد الخامس بالرباط. طاقم النشر يشكر بقاءكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.